الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي سيدا وشيء حمسة الكلام من بركة كل هني كهيج ما هي نور بده فصل هذا فصل نيجي مسلي ونفدي بالكل خلي كذي أريا رودي باب كري باب كهيج ما هاي رجع رنتي لهوا ده كهادلي رجعنا يهرسينه إن شاء الله تعالى كهادلي دوران مركب كوبات ما هذا من ميناء بيوسوناتي مركب الله بعض رنتي وحرم هذا رينا دكتور كا سير عبد الغني يا رنتي وأود عينينا يا جهدي يا رنتي دينا ما ترى مقتين وصبر نجينا أنا مقتين رنتي وبره برشلك يجترو أولون تيدت كأعداو الإسلام كأو كرد قال الله ما يجون اللي يردين أنا وكيوبت بعدين يرون تي جودي يددل ويمكن الله بركيه وهم هذا غيرنا. أولون تي أمد الصومالية دسين وقنا هي وحنورين شري بقول كيما بقول وادد مسلمينا وادد سنيينا وادد شافعيينا يا نورين شري. تاسي وحيا هاي الدحيل اللي جيه هرايا دونك كرحنا ما أنت مركو أدون كي سكفر مية وطولا نقضي أما بقى نورك هرنا ما أنت مركو أدون كي قعنتي ناكو صور ري أما موبل كايرين وقعنتك واي صنو وكو صور ري أنت اسبدي الوين بعد عاي ويو ديو مدى إسلام نمدى إذا إيو فترة إذا إيو ديو حي أي ستيم ويو حكا لمسو قريترين لكن مركو أدون كي دي ما أنت سكفر مية وحوية أفكارتي قلدانيد إيا وحا اللي يليه وحيا دونك اللقاء من سنة يوردن أياه رنتي لكيريو اللي نقو صفر وراي داد رنتي لو عربيي أو لو تمبري أو مسكحد اللقاء سوى بدلي أو مسكحد اللقاء سوى ميري وبرامشي كلا لقو صفر شبتي ورنتي دي أفكي نيلي أياه ما انتبادن أو قالبكو باقيا أو شيعنمكو باقيا أو مسيحياتكو باقيا أو حدلي أو رنتي أنوار كينا runtii in arimaha laga hortago oo cod laga hortago oo maqal iyo muqaal laga hortago oo qoraal laga hortago oo umadeen iyo dhalinyaradeen laga badbaadiyana runtii arin aad iyo naxaad u muhiim ah weeye marka waxaan dhiri gelinayaa runtii buugan in la qaato oo la akhriyo oo la sii gudbiyo وحرون دي مشكلة دي النقوة سيوة دي دادك صحوة دار بنتي دي عربي بيوب بديهين ودادك ينو حقريا مسائل علمي اخريا وحنا عربي بيوب حقو اخريا وحنا انجليسي بيوب حقو اخريا واحد مدار سوار جيني بكتك ني رنتي دي كم ادبان هايو وحنا ران كراف سوالي جي وقوبت ناية الاخريي وحيا هاي تقول صالح الهي عبركي ردو اي جوغو وحنا فاد ويرتكي أي كتاب وترجمه وتكريس والقرآن ولا هي أي قيم كم إذا يديبود الصاخرة إن قصام قح ويا من كل سبب نيجي إن صبركم مقرع قرآن كيس سامالي وقبلنا نخري أنت أورون تيجي ديبي به إما كمر بدكتور كوي ديبي أورون تي وحنا كي عربي جوها جي الله يبان قاتي بقاسو بودي كريس كده أيوة كيس سامالي آخر بودي أورون تي وابشيرة دنا هاي ستة إن لو سامالي وحقو آخرينه dad keenana ay ugu gudbino way in fara badan oo dadkeena kamida ayaa af Soomaali wax ku akhriya marka aad iyo lahad baan taa u dhiri gelinayaa inaan af Soomaaliga akhrino oo aynu runtii inta uga soo dhowaano ummadana runtii aynu ugu gudbino runtii arin kalena waa ka markacay oo arinta turjumaada malin dhawayn baa waxaan la wadaagay diktorka hordhac yar waxaan igu jiray oo runtii imkale igu jiray kutub badan oo fiqiga shaaficiyada inaan turjumo waana ku tala jiraa markaas aan kitaab kamida kutubti baan intaan waxoogay ka qoray ayaan u soo diray markaas aan ku dhig balka war diktor ah daqaabka aan u turjumay waxaan doonayaa inaan u turjumay balka war wuxuu igu yiri sheekh waxaad sabaysaa fiqiga maskaxdaada uu ku jiray aad ugu mid aad leedahay qor buuxdo si daawo turjumaada maana waxa halka aan ka dareemay suuubada ay turjumaadu runtii leedahay ayaa runtii wiiga tusayay oo sheekh musafar runtii caawo ka hadlay weli waxaan doonayaa suuubada inaan gidaar ka madax la noqon inaan taa ku sii socdo ayaan doonayaa igu soo dacayay insha Allah Allah ay barfiin sabab ma khayr